تلاحظون هي مسيرة دعا لها التنسيق الوطني، والتحقت مجموعة من التنظيمات الأخرى التنسيقية الوطنية للتنمية التأهيلية والتنسيقية الموحدة لهيئة التربية والتكوين. مسيرة يعني ترمي إلى أولا تنبيه الوزارة والحكومة على أن نساء ورجال التعليم جميعا رافضين يعني النظام الأساسي، وكنطالبوا بالسحب ديالو، كنطالبوا بحوار مسؤول اللي يوضع حد يعني المعاناة ديال النساء ورجال التعليم اللي عمرت لعقود. إذا المسيرة هي مسيرة ضخمة، هي مسيرة وحدوية، هي مسيرة يعني تؤكد على أن الكل رافض النظام الأساسي، وعلى أن الكل يطالب بحل المشاكل ديال نساء ورجال التعليم كل الفئات. إذا احنا اليوم نساء ورجال التعليم التنسيقيات الوطني في قطاع التربية الوطنية زائد نقابة اليوم تنظموا طبعا مسيرة احتجاجية من أمام البرلمان اتجاه وزارة التربية الوطنية. هذا المسيرة الاحتجاجية التي تأتي في إطار المسلسل أو البرنامج النضالي اللي دخلنا فيه كتنسيق وطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، والتنسيقية الوطنية الموحدة لهي التدريس وأطر الدعم، وكذلك التنسيقية الوطنية للأساتذة ديال الثانوي. دخلنا في هذا البرنامج النضالي من أجل إسقاط النظام المآسي أو النظام الأساسي المشؤوم. في هذا البرنامج النضالي جينا نقولوا وبصوت واحد كعموم نساء ورجال التعليم، نطالب بالكرامة بالعدالة لعموم نساء ورجال التعليم، تنطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم نساء ورجال التعليم، تنطالب بتسوية الملفات العالقة لعموم نساء ورجال التعليم. عانينا لسنوات وطالنا الظلم والقهر وكذا، لذلك اليوم حنا توحدنا جميع كنساء ورجال التعليم باش نخوضوا هذه المعارك النضاليه بشكل جماعي. وهذه المسيره الوحدويه ما هي الا دليل على حرصنا كعموم نساء ورجال التعليم على الوحده. اليوم عندنا مسيره وطنيه موحده، وغتكون اشكال نضاليه اخرى كذلك في اطار الوحده، وغنستمروا في النضال والتصعيد الى حين اسقاط هذا النظام الاساسي المشؤوم، والى حين فرض الكرامه والعداله لعموم نساء ورجال التعليم، والى حين تحسين الاوضاع الماديه والاجتماعيه لعموم نساء ورجال التعليم، والى حين تسويه الملفات العالقه، والى حين الالتزام بالاتفاقات السابقه. غنستمروا في النضال، اساتذه اطر اداريه اطر الدعم ممارسون ومتقاعدون، الى حين تحقيق الكرامه والعداله لعموم نساء ورجال التعليم. اذا هذه المسيره على التنسيق الوطني لقطاع التربيه الوطنيه المكون من 21 تنسيقيه واضافه الى الاف ان او. اذا هذه المسيره كتجي في اطار احتجاج ديالنا كشغيله تعليميه على هذا النظام الاساسي اللي اصدرته وزاره التربيه الوطنيه، نظام اللي ما كيلبيش المطالب والمكتسبات ديال نساء التعليم، وبالتالي نحن نرفضه ونطالب بنظام اساسي جديد يكفل جميع الحقوق والمكتسبات وجميع المطالب ديال جميع الفئات التعليميه. كذلك رحنا اليوم بدينا كاين اضراب ديال ثلاث ايام، الثلاث والاربع والخميس في نفس السياق احتجاجا على النظام الاساسي، وكذلك نطالب بالزياده في الرفع من الاجور. نقول للوزاره الوصيه اليوم كفئات تعتبر من اكثر الفئات المظلوميه داخل وزاره التربيه الوطنيه، على الوزاره ان تاتي بحلين ماشي غير زنزانه عشان خليت سلم تاتا، ولكن جميع الفئات اليوم تحس بالمظلوميه. واليوم هذه الوحده اللي كاينه ديال الاساتذه، فما الذي فعلها هو النظام الاساسي الجديد او نظام المآسي كما يسمي الاساتذه. اليوم خاص الوزاره والحكومه الوصيه ديرها قلعه وتستمع للاساتذه وتستمع لقطب الراحه داخل المنظومه التربويه وتحل مشاكلهم. اليوم كاساتذه زنزانه عشان خليت سلم التاسع ما يمكنش اننا نبقاو من 93 الى اليوم ومن 2012 الافواج كامله تتعرض للمظلوميه، تتعرض صراحة الأقل هيئة فئات داخل وزارة التربية أجرا وأكثرها أقدمية، ما خاصوش يبقاو هذا الوضع. الوزارة أن تحل وفق ملف مطلبي واضح بأثر إداري ومالي وفوري منذ 2022. نقول للجميع على الوزارة أن تجبر ضرر جميع المتضررين، نقول يجب أن تستمع للأستاذ، يجب أن تستمع لمعاناة الأستاذ. عانينا بما فيه الكفاية، صبرنا بما فيه الكفاية، اشتغلنا بالمتاح، دبرنا من عندنا، لكن اليوم لن نستطيع أن نشتغل داخل هذا النظام الأهاني، هذا النظام الذي يمس كرامة الأستاذ أولا وأخيرا. نقول أستاذ الوزارة يجب أن يعدل ما يجب أن يعدل، ويجب أن يصحح ما يجب أن يصحح، ويجب أن يستمع للأستاذ قطب الراحة داخل المنظومة التربوية. نقول للجميع
كفى من هذا العبث، كفى من هذه الامور التي لا يمكن ان نقبلها جميعا. المثير اليوم تتكلموا عن نفسها، الوحده اليوم تتكلموا عن نفسها، اضرابات اساتذه تتكلموا عن نفسها. نعتذر اولا، لم اقولها لابنائنا الكرام، لكننا مضطرون، لا يمكن ان نشتغل هذه الاجواء. الاستاذ ما يمكنش يشتغل في هذه الاجواء داخل القسم، كي نشتغل الاجواء يجب ان نشتغل بكرامتنا. نقول السيد الوزير اسحب ما سهم هذه المظلوميه التي ارتكبتها الاساتذه، عدل ما يمكن تعديله، صحيح ما يمكن تصحيحه قبل فوات الاوان، والا الضائع الاول والاخير للاسف هو هذا الوطن. وتحيه عاليه للجميع. اليوم نجسد هذه الوقفه احتجاجا على هذا النظام الاساسي المجحف التراجعي الذي اراد استعباد الشغله التعليميه وضرب المدرسه العموميه في عمقها. اليوم النساء ورجال التعليم بربوع المملكه بمختلف توجهاتهم يجسدون هذه الوقفه احتجاجا كما قلت على هذا النظام الذي اصدرته وزاره التربيه الوطنيه. ولذلك ندعو من هذا المنبر الوزاره ان تتعقل وان تسحب هذا الملف، لانه ملف لا يستجيب لطموحات الشغله التعليميه.